اهلا بكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا، ان شاء الله دايما تكونوا في صحة وسلامة. النهاردة يا شباب معانا 4 مواقع فوسيت لربح العملات الرقمية مجاني على محفظة فوسيت باي، والسحب فوري يا شباب. طبعا كلنا عارفين المحافظ دي بتشتغل، المواقع دي بتشتغل ازاي. اول موقع معانا ليتكوين، ثاني موقع بيتكوين، تالت موقع عملة تران، رابع موقع معانا عملة الدوك كوين. يا شباب هنخش كده موقع موقع ونشوف المواقع صادقة وإلا ايه نظامها وطريقة الشغل عليها ازاي. أول حاجة بنخش على محفظة فوسيت باي يا شباب، بعد كده بندوس على كلمة ديبوزيت. هنلاقي كلمة ديبوزيت دي كل العناوين اللي احنا هنشتغل عليها بتاعة العملات اللي هنسحب عليها. تمام، هناخد الألوان هندوس عليه كده دوسة واحدة كده احنا خدناه خلاص. هنرجع تاني للموقع ونحط العنوان في الخانة دي كده لاسك، وبعد كده بندوس هنا يا شباب. أول حاجة بيقول لك رتب الكلمة اللي قدامك ديت، هتدوس له ايه علامة ناقص وفي وناقص وفي، هتلاقيه هنا أول واحدة يا شباب، تاني واحدة معانا 2 في واحدة ناقص اهي، بعد كده تالت واحدة اهي ورابع واحدة اهي. كده خلاص رتبنا الكلمات. هنحل الكباتشا، طالب السيارات يا شباب، هندوس على صورة السيارات الموجودة في الصور كلها، وبعد كده بنحدد اللي غلط. بعد ما بنحل الكباتشة يا شباب بنضغط على الكلمة اللي تحت دي، خلاص كده يعتبر حصلنا على المبلغ اللي هو كتبه لنا اهو. هنا بيقول لي ارسل لك، او هنا هيبعت لي 207 ساتوشي. خش كده على المحفظة يا شباب ونرجع لكلمة على الصفحة الرئيسية الداشبورد وننزل نشوف بعد اهو يا شباب 204 لاتوش من عملة الليتكوين. وبكده الموقع صادق الأولاني معانا. بعد كده هنرجع تاني للديبوزيت وهناخد ألوان البيتكوين. البيتكوين طبعا انتوا عارفين ان هو غالي جدا دلوقتي، فأكيد الربح بتاعه بقى ضعيف جدا، ممكن يوصل لواحد بس نشوفه صادق ولا لأ. هنيجي للشباب ندوس برضو كده، بعد كده هرتب له الكلمة الموجودة قدامنا ديت. أول كلمة معانا أهي، تاني كلمة كات، اقول لك ايه، تالت كلمة ورابع كلمة، وبعد كده نحل الكباتشة. طبعا اول حاجة بنعملها بناخد عنوان المحفظة وبنحفظه، وبعد كده هي مرة واحدة بس، وبعد كده بنشتغل على طول من غير اي مشاكل، متحتاجش انت تحط رقم محفظة تاني، هي مرة واحدة. اه يا شباب، ونعمل مطالبة ساتوشي، هبعت لي 2 ساتوشي، هو بيقول لي انا هبعت لك 2 ساتوشي. هنشوف كده بعت 1 ساتوشي يا شباب. هنخش على المحفظة ونرجع تاني على الحساب بتاعنا الداشبورد، بعت 1 ساتوشي يا شباب اهو. هنرجع تاني للديبوزيت، انا بس بعمل كده عشان اشوف المواقع كلها صادقة ولا لا يا شباب. تمام، بعد كده اخر 3 موقع معانا تران. هنيجي ننزل تحت خالص كده هنلاقي التران اهو، هندوس عليه وهنرجع تاني للموقع وهنحط العنوان هنا، وبعد كده بندوس برضو. هرتب برضو الكلمات يا شباب، اول واحدة معانا، تاني واحدة، تالت واحدة، 2 زائد 2 ناقص، هاي كده بعد كده نحل الكباتش يا شباب. وبعد كده بنعمل مطالبة.
شوف بعت لنا قد ايه. هو المفروض بيبعت نترجم كده. هيبعت لي المبلغ ده كل 10 دقايق. هنخش على المحفظة يا شباب ونيجي هنقول له الصفحة الرئيسية. يا شباب عملة تي ار اكس 1 مليون. تمام. بعد كده هنرجع تاني برضو للديبوزيت. اخر حاجة معانا هناخد عنوان عملة الدوك كوين يا شباب اهو. وبعد كده لا دي اس جي بي الدوك كوين اهو يا شباب اهو. بعد كده هنرجع لاخر موقع معانا. هننزل تحت برضو نحط العنوان. نعمل ريفريش عشان كنت عامل مطالبة قبل كده. يا شباب نحط العنوان هنا. وبعد كده بنخش على المطالبة. هنيجي هنا هيقول لك برضو هنا الرقم دوت اللي هو 040. بدلنا يا شباب اللوحة عشان ما كانتش باينة. هنا بيقول لك عايز 4. هنقول له 3+1=4. هنا بيقول لك 9 2 ولا 6. لا هنا هي 3+6=9. وهنا عايز دي 10 يبقى هي ديت. بعد كده دي. وبعد كده هندوس لا حل الكباتشا. عايز اي صورة فيها مكانة او قارب. وبعد كده يا شباب هندوس له مطالبة. لا لسه. تمام يا شباب كده اتحلت اهي. بعد كده هنقول له جود كده خلاص يا شباب. كده بعت لي اهوت 3,051,000. هنخش على الفوست باي وهنيجي نطلع على الداشبورد بتاعتنا اهو يا شباب 3,051,000. وبكده المواقع كلها صدق يا شباب. كل 10 دقايق بتعمل مطالبة. وبكده اكون انتهيت من الشرح يا شباب. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. جديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.